قدام معايا كيقول لي: عمر ما تاخدي النصيحة من شي واحد اللي ما كتمنيش تكون عندك حياته. اكزاكتلي وكنعاود: عمر ما تاخد النصيحة من شي واحد اللي ما تكونش كتمنى تكون عندك حياته. يعني الا كان شي واحد اللي الظروف المعيشيه ديالته كيزفت، كي غادي تخليه انه هو يدير سيدي في المستقبل ديالك ويعطيك نصائح للمستقبل ديالك. الا شي واحد كيبان لك على انه ما زادش بعيد، ما مشاش بعيد في هذه البلاد هذه، كيفاش غتسمح لراسك؟ كاين جوج امثله، نعطيك جوج امثله. واحد كاين، واحد جوج امثله، واحد باللغه العربيه واحد بالدارجه. باللغه العربيه كيقول لك فاقد الشيء لا يعطيه، وتاع الدارجه كيقول لك، اكيد في العربيه كيقول الدارجه كيقول لك اشعد المعطي ما يعطيش. شي لايفات اختي كاين بصح انا الناس اللي كيتلفوك ورا شي لايفات. دابا شي وحدين طالعين تما كيشرحوا شي مشاكل وكيسولوا علاش درت انا هاد اللايف هادو، غير باش نحاولوا نوجهوا الناس. بحال مثلا الاخ نعطاني واحد السؤال قبيله ديال واحد الشركه ديال الريتايرمنت، ماشي عطيتو جواب فيلكار، دخلت وعطيتو الموارد ديالها والتعريف ديالها من واحد المصادر. المشكله كيجي واحد كيعطي واحد المشكل ولا سؤال، كيطلع بنادم كيعطيو شي معلومات خاطئه بواحد الثقه في النفس، ماشي عطيها وكيقول لك انا ما متاكدش، كيعطيك لك لا خاصك دير، خاصك دير لا وتخرج. الشيء الولايات اللي نصحك بها دابا هي انك تشوف المهنه ديالك اولا، وتشوف الجو اللي كيعجبك، حيت دابا انت الا خرجتي غير من نيويورك غتلقى خدمه، راه عندك الاختيار. نصحك مثلا ساوث كارولينا، نورث كارولينا، تهوت شويه ساوث، تبعد على هذا المحور ديال فيرجينيا، نيويورك، فيلادلفيا ونيو جيرزي وكاناري كيت، ودخل عليهم زيد عليهم حتى ماساتشوستس. سمعتي، الا خرجتي من هذه الدائره هذه راه غتكون بخير. غير كان الا كانت عندك شي مهنه ولا عندك شي حاجه انتريسي مثلا الجو، يعني باغي شي جو مزيان، حاول تختار الولايه على حسب الظروف هذه. ودابا راه كاين بزاف الوسائل اونلاين انك تقدر تستغلهم باش تعرف مثلا هاد الاريا شحال الناس كيدخلوا فيها، شنو هما مثلا واش فيها الكرايم ولا لا، واش فيها مثلا الناس اللي عندهم الدراري مدارس. كاين بزاف د الحوايج خاصك تقلب عليهم من خلال، من غير ان شي واحد يقول لك هذيك الولايه مزيانه. شوف الحوايج اللي خاصك حتى في حياتك، بحال باغي تشري طوموبيله كتقول خاصني شي حاجه اللي خاصني السرعه وخاصني تكون فيها الباور ويكون فيها اللوك يكون سميتو، كتمشي تشري طوموبيله بحسب ديك الرغبات ديالك اللي بغيتي انت ويخلوك هابي. كانوا عندك مثلا العائله كتمشي تشري الطوموبيله كتقول لا خصني الامان وخصها تكون يعني فيها الاتساع وخص يكون فيها بزاف الحوايج. ملي كتشري الطوموبيله بهذوك المواصفات كتمشي كتلقى داك الشيء اللي لقيتي، راه بحال كاك الولايه. غتمشي كتقول انا باغي الجو سخون، انا باغي تكون الجامعات مثلا، انا باغي الامن، انا باغي هادي بحوره، انا باغي الغابات، انا باغي الجبال. ملي كتقلب على داك الشيء اللي باغي كتمشي تشوف ديك الساعه شنو هما الولايات اللي فيهم هاد المواصفات. انت لقيتي في هاد المواصفات كتبدا دير لهم الاقصائيات، لا هادي شويه فيها شويه الكرايم، لا هادي شويه فيها الخدمه عيانه، وكتبقى تعزل حتى كتختار الولايه المناسبه لك نتايا على حسب هذاك الشيء اللي بغيتي. اما باش يجي انا ما عارف السيتويشن ديالك كي داير نقول لك لا سير مثلا لهاد الولايه راه مزيانه لك، كنكذب عليك. اتس ا سمول ريسيرش ذات بيز اوف، خاص غير الواحد يبذل المجهود لان حتى شي حاجه ما كتجي سهله صراحه. يعني اللي بغى شي حاجه مزيانه كيبذل واحد المجهود، سواء يسول ولا يبحث حتى كيلقى المعلومه الصحيحه. وانا كنحترم جميع المهن، غير هو صراحه ملي كتضرب واحد الخدمه، حيت هاد الخدامي ديال المينيموم ويج وهاد الخدامي ديال عدي اسمعوا معدي، حيت غير كتعدي بهم باش كتلقى حياه افضل. من بعد الصالير ديالك كيما قلت خصو يبقى غادي وطلع، راه ما كاينش الصالير اللي كيبقى غادي وكيتزاد مثلا بواحد 2%، راه تكلفه المعيشه ما كتجاز ب 2%. دونك حتى الصالير ديالك الا كان غادي بواحد المستوى ضئيل بقى دير واحد الخط منحنى، غدير مثلا الخط الاول من اللعب الاول اللي بديتي فيه، اللعب الثاني، اللعب الثالث، حتى دوز مثلا واحد الخمس سنين، وغدير مثلا الارقام بالدولار في هذاك الخط العمودي، غدير شحال كنتي كتدخل العام الاول، شحال تدخل العام الثاني، شحال العام الثالث، وغتشوف هذاك المنحنى، غدير واحد الخط بيناتهم غتجمعو، وغتشوف هذاك المنحنى الا كان متكي شويه جيت الخط الافقي عرف راسك راك يور نوت دوين جود، الا كان طالع جيت الخط العمودي ديال الدولار في هذيك الخمس سنين الاخرى عرف راسك يور دوين جود. هادشي باش كدير التحاليل راسك. بحال شي شركه، الشركه راه عندها تقرير مالي في العام الاخر، كيعرفوا نقاط الخلل وكيعرفوا شنو هو الحوايج اللي خصهم يصلحوهم. انت كانسان مره في العام على الاقل دير واحد التقرير مالي لراسك وعرف راسك فين غادي، وسول اسئله شنو هما مناطق الخلل،
كتلقيتي مثلا انك في هذيك الولايه ما كتقدمش، ما كيجاتك الصالير، ما كتحصلش على بزاف البينيفيت، يعني محروم حتى من الكواليتي اوف لايف، راه خصك ضروري تغير. راه الا غيرتي الحياه ديالك، الا غيرتي الولايه، يعني غتغير الحياه ديالك. ودابا راه ولاو بزاف الحوايج. انت دابا الا دوزتي واحد دوز واحد 10 سنين ولا 5 سنين، راه كيكون عند واحد اكسبيرينس، ماشي كيكون غير طلاو، ديجا كيكون بيلد واحد اكسبيرينس، ولا خدا واحد دوغري، ولا دار واحد تريد شوب. فديك الخمس سنين الاولى راه كتكون فيري كليتيكال. داكشي علاش الاخ قال لكم ما تبقاش 20 عام في الخدمه ديال الساندويتش، لما مثلا تسوق طاكسي تقدر ديرها بارال، الا كنتي كتقرا ولا كان عندك مثلا شي برامج اخرى ياس، ولكن باش ديرها خدمه رئيسيه وتبقى هي الخدمه الرئيسيه ديالك لا. دونك انت ملي غتبيلدي واحد سكيلز ولا يكون عندك واحد دوغري في واحد الفيلد، غادي ديك الساعه تعرف شحال غتكون دير في هذه الولايه. غادي دير مثلا ميديوم انكوم ديال الكتريشن في تكساس باين شحال تقريبا كياخد. شنو غدير عاوتاني؟ غدير كوست اوف ليفين كالكوليتر بتوين مثلا تكساس والولايه اللي فيها نتايا. غتكتب الولايه، غتكتب تما، غدير كومبير. انا اللي كنت كتبت لكم على انه شفت ناس اللي 20 عام في ريتشموند فيرجينيا، المهم اون جينيرال في فيرجينيا، الناس اللي 20 عام والناس خدامين في سابوي، وماشي حيت ما كاينش اذر اوبشنز، لا كاينين الاوبشنز، ولكن الناس ببساطه دي غاتو كونفورتابل، ما بغاوش حتى يعني بحال دابا كنقول السيده شوف هول فودز، هول فودز راه كيخلص مثلا 17 دولار الساعه، لا لا صافي غخليني انا هنا صافي ولفت. لاك اوف امبيشن مشكله كبيره، مشكله كبيره. الا كنت مثلا غادي نقارن ما بين الجاليه ديالتنا مع الجاليه ديال الهنود، كيجي الهندي وهادو الناس اللي كنعرفهم، يعني كيجي من الهند 6 شهور اللي كيدير فورماسيون هنايا، يا الكويك الترينين على الكودين ولا واريفر، صافي كيبدا بسالير ديال 65، من وراء عامين كيوصل 90 وصافي مشى. من بعد 4 سنين هي السات. وماشي حنايا كنقول، يعني بزاف ديال الحالات اللي كنقول واش حنا ربي عطانا عقل وهما عطاهم شي حاجه اخرى، او لهما عطيهم يمكن 2 كيلو ديال الماده الرماديه اكثر منا. ومن غير هذا دابا كاين، دابا حنا عندنا كاين جوج الانواع ديال الناس اللي بهاد النوعيه هذه. كاين اللي كيكون هو نيت اوثنتيك بانه كيعطيك نصائح اللي مصيبه، وكاين هو اللي عارف على انه النصائح اللي كيعطيها لك مصيبه، ولكن ستيل غادي يقولها لك باش يفرانيك، لانه كاين بزاف اللي ما يقدوش يتخيلوا على انه هو راه 10 سنين هنا قبل منك، وانت غادي تجي الله غادي توصل اني ويل ميك ا بيرو ليفين، سو غادي تلفك. ولقيت في الاول كان كيعجبني الحال نشوف يعني بيك تاور بيلدينغز وايفر، كان داكشي زوين في الايام الاولى، ولكن فاش قررت باش نستقر تما لقيت بزاف ديال العراقيل مثلا الكومي كما قالت البنت تبع كتسمعني اخويا كنسمعك واضح. مروكن كوميونيتي يعني في المهم تيجي في العالم فيري بور، فاش كنقولوا فيري بور يعني ما كاينش واحد الانسجام ما بين المغاربه. انا جربت بزاف ديال الدول ولقيت بزاف هذا المشكل كاين كبير. مثلا تمشي عندهم ولا في غير القنصليه تسول مثلا واش عندكم شي كوميونيتي مروك، كيقول لك يس وي هاف مروكن كوميونيتي رايت هي، بس كتتصل بهم ما كاينش اللي كيجاوب. بحال اللي فاش كتتصل بشي خاصك شي ورقه في القنصليه باش تبدا واحد اخرى ديال المغرب، ما كاينش اللي كيجاوب. كاين ديالنا ما فهمتش انا علاش كتصل غير مثلا الامريكان، ولا انا جربت الامريكان كندا اوستراليا نيوزيلاند، غير كتنزل كتلقى مع المغاربه عندك كيقول لك دقل، ولا عندك تمشي تلقى مع المغاربه كيقول لك خويا حنا جايين يلاه جداد. يعني فاش كتسمع هاد لي نيجاتيف واي ان ذا بيجينينغ اوف از ايميجرانت لايك ستودنت وير ايفر لايك يو نو It's something like it's not right. You know what I mean, right? كتخليك كتبقى تحس بحال اللي راك نتايا راه جيتي واحد البلاصه اللي كتسمع عليها في السوشيال ميديا واو، مثلا يونايتد ستيت او لايك كندا او لايك اوستراليا او لايك يو كي، فكتغير ديك الفكره كتقول علاش بحال هكا. ولكن في الغريب في الامر هو فاش كيشوكيك الواحد اللي يقولك اي ام living in this country for almost 30 years like عايش 30 عام في هذه البلاد ومدمر، يعني كتخليك تخلع كتقول ناري يعني حتى انت الولاد هنا غتعيش يعني just work home pay taxes pay etc right like there is no balance of life that's what I got to know honestly from my side I decided ما عرفتش شنو هي المشكله اللي عند المغاربه مع جوجل راه فابور يا معشر الشباب، جوجل فابور فيه كل شيء، بغيت نخدم بغيت ندير الاي تي
what do I do في الولاية ديالي, how can I get to this, how